عقد صباح اليوم الخميس جلسة المحكمة للنظر في القضية المعروفة في البحرين وهي صعود علي مشيمع وموسى عبد علي سقف سفارة النظام الخليفي هنا في لندن. هذه الجلسة هي جلسة النطق بالحكم وقد سبقتها ثلاث جلسات. قرر القاضي بإخلاء سبيل علي مشيمع ووجدهما أنهما غير مذنبين أخلاقيا واكتفى فقط بتغريمهما 100 باوند على الرغم للدعاء العام بأنه طالب بأن يغرم عشرات الآلاف من الباوندات. Yeah, this is the Bahraini embassy. He's talking about his father. His father is arrested and tortured. And he get not proper treatment. قمنا باتخاذ خطوة الإضراب عن الطعام ومن ثم الاعتصام حوالي أسبوع كامل خارج مبنى السفارة الأمريكية، ونتيجة عدم الاستماع لمطالبنا أو الاهتمام حتى بها دفعتنا هذه الأمور إلى اتخاذ خطوة اعتلاء مبنى سطح السفارة الخليفية. عن القاضي تفهم الوضع عندما استمع للأخ علي مشيمع وعندما تحدث عن وضع والده داخل السجن وما تقوم به العائلة الخليفية من اغتيال بالبطيء والمتعمد من قبل النظام الخليفي. حسب ما نسمع من الأخبار ومن عائلة المشيمع بأن الأستاذ حسن يغتال بالبطيء داخل السجن من منعه للعلاج وبالإضافة منعه من أخذ الحقن وعرضه على الطبيب الخاص بهذه بعلاجه. ما إن أتينا عند مدخل المحكمة إلا وكان هناك جمع من الصحفيين ينتظرون سماع الخبر. ما تم نقاشه في داخل المحكمة هي الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهل تندرج تحت قانون الضرورة والاضطرار للقيام بالفعل حتى ولو كان مخالفا للقانون. في بداية الجلسة تم استحضار أحد الشهود من الخليفيين من موظفي السفارة وأدلى بشهادته، والمضحك في شهادته أنه ابتدأها بأنهم عندما صعدوا مبنى سطح السفارة أخذوا يهتفون بهتافات يسقط حمد يسقط حمد، ثم سألهم المدعي العام ماذا كانوا يقولون في مبنى السطح، فأعاد وكرر مجددا يسقط حمد يسقط حمد، فدوت شعارات الثورة حتى في داخل قاعات المحكمة. نحترم القرار البريطاني ونحترم القضاء البريطاني ونحترم قراراته، لكن كنا نتأمل أن يحكم ببراءة الإخوان علي مشيمع والأخ موسى بهذه التهمة نظرا لظروف البحرين وجماهير البحرين التي تعيش ظروف استثنائية من قبل الطغبة الحاكمة في البحرين. الأخير رسالتنا وموقفنا وربما تعليقنا من هذا الموضوع، ما قمنا به كنا مقتنعون منه تماما، لن نبرح المكان ولن نتوقف عن الاستمرار في الفعاليات وفي النشاطات، وأن نفعل ما بوسعنا وما يمكننا فعله للوقوف مع شعبنا ولمساندته. هذا أقل الواجب، ما أديناه هو واجب، سنستمر في تأديته إن شاء الله، ونتمنى من الله أن نوفق في هذا الدرس.